نعم جاي له جاي زوجتي موجودة هون. عفو الإمام. يا قلب لا تيأس لما قد صرت فيه مأثما، اذهب إلى نهج البلاغة إن أردت تعلما، واسلك سبيل الخير في نهج الإمام فتسلما، وإذا أردت بمدحه نحو الشفاعة سلما، اعلم بأنك لن تجيد المدح مهما قد سما، لا شعر يبلغ وصفه لو صيغ من حبر الدماء، فالشعر من صوغ الثرى والمرتضى صوغ السماء. يا قلب ماذا قرحك؟ أهو الهوى قد برحك؟ ومن الذي أحببته هذا الذي قد جرحك؟ فأجابني قلبي كفاك تساؤلا ما أوقحك، إن الذي سكن الشغاف وحل في فأربحك، هو من إذا وليته ترضي الإله فيفرحك، هو من تسامى في اليقين مخاطبا ما أوضحك، هو من له نهج البلاغة قائل ما أفصحك، وذرى الشجاعة خاطبته إن فينا مسرحك. يا مستحقا للولاية شاء ربك يمنحك، إن كان ربي قد حباك بعصمة ليرجحك، عفوا إمام المتقين فمن أنا كي أمدحك. عفوا الإمام ثلاثة. كم قيل لي إن لنعجب ما الذي حب المعارف في فؤادك أغرسه، فهوى الرياضيات عندك واضح ونراك تبرع في مجال الهندسة، وفصاحة الكلمات تجري سلسلا فوق اللسان فما الذي قد أسلسه، والشعر عندك زاخر في فيضه حتى لأنت تكاد أن تتنفسه، ما سر علمك؟ أنت لست بطالب بل أنت في سبر المعارف مدرسة، فأجبتهم هي نفحة من علم من أهواه قد وصلت إلي مقدسة، إذ زود الباري الرسول بعلمه فرأى لصدر وصيه أن يحرسه، فإذا الإمام يصوغه كلما أتى من جاء في نهج البلاغة كرسه، فدرست حبا بالإمام كلامه، حق الذي يهوى امرأ أن يدرسه، علي أحصل نفحة من علمه وعسى بها ألج اليقين فأقبسه، فإذا بنفحة لا نهاية علمه تغني فؤادي بالعلوم فتؤنسه. صور